أهلا بكم. أعتقد أن أغلبنا إن لم يكن كلنا الحقيقة قد صدمنا خلال السنوات الماضية من كم العمليات الإرهابية والانتحارية ومشاهد الذبح وقطع الرقاب والحرق اليومية التي كانت تقوم بها داعش مؤخرا بشكل احترافي مرعب. وأعتقد أن مفيش حد مننا ما سألش نفسه إزاي وصل الناس دي أنهم يقوموا بتلك الأفعال الفظيعة بكل ثقة ويقين، والأدهى الحقيقة بكل إيمان إنها في سبيل الله وتقربا له. في حلقة النهاردة بقى نتعرف مع بعض بالتفصيل على الحكاية كلها من أولها خالص من جذورها، وهنشوف مع بعض مش بس قصة داعش لأ، وكمان قصة كل الجماعات الإسلامية وكل التنظيمات الجهادية التي ظهرت خلال عصرنا الحديث. فداعش الحقيقة ما هي إلا المولود الأخير في سلسلة طويلة من تلك التنظيمات الجهادية. فنركز مع بعض ويلا بينا نحكي حكايتنا. بشكل موضوعي جدا، لو تتبعنا جذور الأفكار والمعتقدات التي قامت عليها كل الجماعات الإسلامية وكل التنظيمات الجهادية، فهنلاقي إنها وكما يدعي كل منتسب لها امتداد وتطور لما يعرف بالفكر السلفي الذي أسس له العديد من العلماء المسلمين منذ ظهور مدرسة أهل الحديث على يد الإمام أحمد بن حنبل في القرن الثالث الهجري أو التاسع الميلادي، في ظل صراعه طبعا مع المعتزلة والخلفاء العباسيين المنتصرين لها، اللي طبعا شفناه بالتفصيل في حلقات الدولة العباسية. طبعا كان من أهم هؤلاء العلماء هو الإمام ابن تيمية، الذي يعد أول وأهم وأشهر منظري هذا الفكر السلفي، عندما برز طبعا في القرن الثامن الهجري أو الرابع عشر الميلادي في ظل انهيار الخلافة العباسية والدول الإسلامية أمام هجمات التتار والمغول الكاسحة، زي برضو ما شفنا حكايتهم بالتفصيل في حلقة المغول. وطبعا بعد ذلك توقف هذا الفكر السلفي بشكل ما من بعد عصر ابن تيمية حتى وصلنا لعصرنا الحديث، وتحديدا في القرن الثامن عشر الميلادي عندما تم إحياؤه في الفكر السلفي الوهابي على يد الداعية محمد ابن عبد الوهاب، في ظل صراعه مع الخلافة العثمانية اللي برضو شفناها بالتفصيل في الحلقة 103. وطبعا وضحت حكاية مدرسة أهل الحديث وحكاية السلفية أو الفكر السلفي بالتفصيل في حلقة الفرق والمذاهب الإسلامية الجزء الأول، وكمان عرفنا بالمناسبة خلال حلقات التاريخ الإسلامي الملابسات والظروف التاريخية التي ظهر فيها هؤلاء العلماء، واللي أعتقد حين مهم إن احنا نعرفها علشان نفهم إزاي وليه كان اجتهاد هؤلاء العلماء متجه لهذا الفكر بالتحديد خلال هذه الفترة من التاريخ الإسلامي. مهم في الأخير، وبغض النظر عن الجدل القائم حول ما إذا كان أفكار منظري الجماعات والتنظيمات الجهادية المعاصرة هي تشويه وفهم خاطئ لفكر هؤلاء العلماء من عدمه، إلا أنه في الأخير الحقيقة إن أفكار هؤلاء العلماء خاصة هي فكر ابن تيمية هو الأساس أو على الأقل النواة التي أسس عليها مفكري ومنظري الجماعات والتنظيمات الجهادية المعاصرة نهجهم الجهادي، زي حتى ما هنشوف كمان شوية. طيب نكمل حكايتنا. اللي حصل بعد كده إنه سقطت الخلافة العثمانية 1924، زي برضو ما عرفنا بالتفصيل في حلقة الحرب العالمية الأولى، وبالتالي بقى سقط معها مفهوم الخلافة الذي ساد العالم الإسلامي منذ عهد الخلفاء الراشدين. الأمر طبعا اللي ترك فراغ كبير في عقول المسلمين المتحمسين لفكرة الدولة الإسلامية الكبرى أو الخلافة الإسلامية التي توحد كل البلدان الإسلامية. وكان بقى الحقيقة من أهمهم وأشهرهم على الإطلاق خلال تلك الفترة هو الإمام حسن البنا، مؤسس أهم وأشهر جماعة إسلامية خلال العصر الحديث، وهي طبعا جماعة الإخوان المسلمين، حيث أسسها حسن البنا عام 1928 عندما دعا إلى أن الإسلام لابد أن يكون دين ودولة، أي يكون حاكم لكل شؤون الحياة بما فيها الجانب السياسي والتشريعي. وبالتالي دعا المسلمين إلى ضرورة التخلص من الاستعمار الغربي وثقافته العلمانية اللي كانت مهيمنة على البلدان الإسلامية في تلك الفترة، ومن ثم بقى الاتحاد في كيان واحد لإعادة مفهوم الخلافة الإسلامية باعتبارها رمز لوحدة المسلمين. ولذلك لاقت دعوته الحقيقة قبول شديد جدا بين الشباب الحالم وقتها باستعادة الخلافة، خاصة طبعا في القرى الريفية المصرية. ومن بعد ذلك حول حسن البنا حركته الدعوية هذه إلى حزب سياسي مصري، وبالتالي دخل في معترك الصراعات السياسية المصرية. قبل ما نكمل حكاية الإخوان لازم نعرف أن خلال تلك الفترة في النصف الأول من القرن العشرين وبالتوازي مع بروز جماعة الإخوان المسلمين في مصر،
جاءت الحقيقة نقطة التحول الأخطر في تطور فكر ونشاط الجماعات والتنظيمات الإسلامية عندما برز في أقصى الأرض في منطقة الهند أحد أهم وأخطر منظري الفكر الجهادي الحديث وهو أبو الأعلى المودودي. وحكاية المودودي ببساطة أنه تأثر الحقيقة بالواقع المتطرف التي كانت فيه الهند في تلك الفترة من وجود أديان متعددة تتصارع فيما بينها، وكذلك أيضا تأثر من توغل العلمانية في شتى مناحي الحياة على حد رأيه، وغيرها بقى من المظاهر التي تمنع صورة المجتمع الإسلامي المتصور لديه. ولذلك ولمحاولة الحفاظ على الهوية الإسلامية رسخ الحقيقة المودودي حياته من خلال قدرته الأدبية ومؤلفاته التي تجاوزت 100 مؤلف على وضع منهج ونظام شامل يضع فيه كل أفكاره وتصوراته القائمة على صورة المجتمع الإسلامي الصحيح من وجهة نظره، والذي تكون فيه أحكام الإسلام هي الحكم الأساسي على كل مناحي الحياة. ولذلك الحقيقة أنتج المودودي ما اعتبر المرجع الأهم في فكر الجماعات الجهادية، وهي المفاهيم السياسية الدينية. حيث ابتكر المودودي على سبيل المثال مصطلح الجاهلية لوصف المجتمعات الإسلامية المعاصرة، التي يرى المودودي إنها بعيدة كل البعد عن تطبيق الإسلام الصحيح من وجهة نظره. وكذلك أيضا بالمناسبة رسخ لمفهوم الحاكمية أو توحيد الحاكمية أو حاكمية الله، اللي معناها ببساطة إن التشريع والحكم لا بد أن يكون لله وليس للبشر أي دخل فيه. وأيضا في الأخير رسخ كذلك المودودي لعقيدة الولاء والبراء بهدف طبعا حماية أفكار ونظام هذه الدولة الإسلامية الكبرى المنشودة، التي حلم بها المودودي وسيحلم بها بالمناسبة كل منتسبي الجماعات والتنظيمات الجهادية اللاحقة. يعني نقدر نقول ببساطة شديدة إن المودودي حول المفاهيم السياسية إلى مفاهيم عقائدية لا يصح إسلام المرء بدونها في رأيه. ولذلك حتى بالمناسبة زي ما هنشوف سوف تتبنى كل التنظيمات والجماعات الإسلامية اللاحقة هذه الأفكار والمفاهيم بهدف تثبيت وجودها السياسي في بلدانها بدافع الدين والعقيدة. مهم في الأخير إن المودود الحقيقة لم يكتفي وفقط بالتنظير وكتابة الكتب، بل أسس على أرض الواقع في مدينة لاهور في باكستان جماعته الخاصة المعروفة باسم الجماعة الإسلامية في عام 1941، لكي تكون طبعا نواة لتلك الدولة الإسلامية الكبرى المنشودة. وقد شاركت بالمناسبة هذه الجماعة في الكثير من أحداث العنف الطائفي اللي اشتعلت في باكستان في تلك الفترة. مهم وكما هو متوقع تأثر المودودي بظهور جماعة الإخوان المسلمين وبحسن البنا في مصر، بل وحتى نظر لها كما حدث في كتابه الشهير الخلافة والملك، لأن كل منهما الحقيقة ركز على ضرورة التخلص من الاستعمار الغربي للبلدان الإسلامية في تلك الفترة ومن ثقافته العلمانية، ومن ثم بقى تأسيس المجتمع الإسلامي الصحيح أو يعني الخلافة الإسلامية الكبرى من وجهة نظرهم. طيب لو رجعنا لقصة الإخوان المسلمين في مصر، هنلاقي إن حسن البنا وفي سبيل تحقيق حلمه قد قرر أن يؤسس ما عرف بالتنظيم السري المسلح للإخوان، وذلك كما ادعى بهدف مقاومة الاستعمار داخل وخارج مصر. وبالفعل هاجم أفراد هذا التنظيم الجنود الإنجليز في مصر، وكذلك أرسل لفلسطين في حربها مع إسرائيل 1948، ولكن حتى بعد ذلك تضخم هذا التنظيم السري حتى بدأت على يديه سلسلة العمليات الإرهابية في مصر، حيث تورط أفراد هذا التنظيم في عدة عمليات حرق لمقار الشرطة المصرية ودور السينما في مصر بداعي طبعا محاربة الإباحية، الأمر اللي أدى في الأخير الحقيقة لإصدار القاضي المصري أحمد الخازن دار أحكام قضائية بالسجن بحق بعض أفراد الإخوان. رد بقى حينها هذا التنظيم السري بقيادة الإخواني عبد الرحمن السندي باغتيال القاضي الخازن دار 1948، الأمر طبعا اللي أدى بالحكومة المصرية حينها بقيادة رئيسها محمود فهمي النقراشي إلى حل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة مقراتها وفصل حتى أعضائها من الحكومة في ديسمبر من نفس العام. رد بقى عليه تنظيم الجماعة السري باغتياله هو الآخر، وسريعا جدا الحقيقة في نهاية نفس الشهر ديسمبر 1948، الأمر بقى الحقيقة اللي أدخل البلاد في حالة من الفوضى والعنف، أدت في الأخير لاغتيال حسن البنا نفسه في فبراير 1949. بعد كده بقى حدثت في مصر ثورة يوليو 1952،
اللي طبعا عرفناها بالتفصيل في حلقة تاريخ الدول العربية، واللي فيها تمكن بعض قادة الجيش المعروفين بالضباط الأحرار من الاستيلاء على الحكم في مصر وإلغاء النظام الملكي وإقامة النظام الجمهوري. هنا بقى الحقيقة كان الإخوان في البداية متحالفين مع هؤلاء الضباط الأحرار، ولكن سرعان ما حدث التصادم بينهما حتى جاء عام 1954 عندما حاول التنظيم السري للإخوان اغتيال الرئيس المصري جمال عبد الناصر في حادثة المنشية الشهيرة في الأسكندرية. الأمر طبعا اللي رد عليه عبد الناصر بحل جماعة الإخوان المسلمين للمرة الثانية، وكذلك اعتقل حينها الآلاف من أفرادها بما فيهم المرشد الثاني للإخوان بعد حسن البنا، وهو طبعا حسن الهضيبي. المهم اللي يهمنا هنا الحقيقة إن أغلب قادة الإخوان المسلمين قد تم القبض عليهم في تلك الفترة، وبالتالي أصبح المجال العام في الإخوان المسلمين فارغًا حتى برز أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات ثاني أهم رجل في تاريخ جماعة الإخوان المسلمين، وهو سيد قطب، أحد أهم وأشهر منظري الفكر الجهادي في عصرنا الحديث، حيث تأثر الحقيقة سيد قطب وبشكل كبير جدًا بكتب وأدبيات المودودي، وانضم الحقيقة لجماعة الإخوان المسلمين عام 1953، ومن ثم بقى أصبح سريعاً مفكرها ومنظرها الأكبر، خاصة طبعاً بعد اعتقاله وسجنه مع قادة الإخوان بعد حادثة المنشية، حيث تبنى الحقيقة سيد قطب مفاهيم المودودي ورسخ لها في كتبه، خاصة مفهومي حاكمية الله، حيث رسخ له سيد قطب استناداً لآية إن الحكم إلا لله كما فعل طبعاً السابقون، وكذلك أيضا رسخ لمفهوم جاهلية المجتمعات المعاصرة استنادا لتفسيره لآية أفحكم الجاهلية يبغون، وكذلك طبعا بدوره أسس سيد قطب لبعض المفاهيم الجديدة، لعل أشهرهم طبعا بالمناسبة مفهوم العزلة الشعورية اللي معناه الإنعزال ومقاطعة هذا المجتمع الجاهلي الكافر في نظره والعيش في مجتمعات بديلة، وطبعا رسخ لغيرها من المفاهيم التي ظهرت في كتبه، خاصة أهم كتابين له معالم في الطريق وكتاب في ظلال القرآن، ولذلك وبسبب أفكاره هذه التي اعتبرت أساس الفكر الجهادي المتطرف أعدم في الأخير سيد قطب في عام 1966. مما أدى إعدام سيد قطب وثباته على أفكاره إلى اعتباره رمزا وأسطورة اقتضى بها العديد ممن كانوا يتبعون معه خلف القضبان في عهد عبد الناصر، وكذلك أيضا الحقيقة أدى إعدامه إلى انتشار كتبه بشكل كبير جدا بين الكثير في تلك الفترة، الأمر الذي أدى في الأخير إلى ترسيخ أفكار سيد قطب الجهادية، أو بقى ما اصطلح عليها بالسلفية الجهادية أو التيار الجهادي الذي ستتبناه كل التنظيمات الجهادية التي ستظهر لاحقا سواء في مصر أو خارجها زي ما نشوف. المهم في الأخير توفى جمال عبد الناصر 1970، وتولى بعده حكم مصر الرئيس محمد أنور السادات، الذي قرر الإفراج عن كل هؤلاء المعتقلين بنية إعطائهم فرصة الاندماج مرة أخرى في المجتمع المصري، ولكن لم يكن يعلم السادات أنه قد فتح صندوق العفريت دون أن يعلم كيف يلجمه، لأن الحقيقة السادات لم يكن يدرك حينها ما أدركه جمال عبد الناصر من خطورة هؤلاء على المجتمع المصري، لأن الحقيقة وإن كان الإخوان قد دخلوا السجن في عهد جمال عبد الناصر جماعة واحدة، إلا إنهم قد خرجوا منه في عهد السادات جماعات مختلفة، إخوان مسلمين وما اصطلح عليه بالإسلاميين اللي ستبنى الحقيقة أغلبهم التيار الجهادي الذي يطبق أفكار المودودي وسيد قطب لإحداث تغيير في المجتمع المصري، خاصة طبعا بعدما لقوه من ويلات التعذيب في سجون جمال عبد الناصر. ولذلك شهد الحقيقة تلك الحقبة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ظهور وبروز أهم وأشهر التنظيمات الجهادية المصرية، بداية من جماعة التكفير والهجرة اللي أسسها شكري مصطفى أوائل السبعينيات، واللي تبنت الحقيقة أفكار غريبة ومتطرفة جدا تصل لحد تكفير كل ما لا ينتمي إليها، بل وقامت حتى بقتل وتعذيب الشيخ الذهبي وزير الأوقاف المصري السابق في عام 1977 بعدما أفتى بعدم جواز الانضمام لتلك الجماعة، ولذلك حتى تتبعتهم السلطات المصرية وتم القبض على أفرادها ثم أعدم قادتها وعلى رأسهم طبعا شكري مصطفى في عام 1978. وفي نفس الفترة أيضا وقعت أول محاولة حقيقية لتحويل الأفكار والمبادئ الجهادية إلى تطبيق فعلي على أرض الواقع لإسقاط نظام الحكم في مصر
على يد الأصولي الفلسطيني صالح سرية الذي شكل تنظيم جهادي وخطط لتنفيذ انقلاب على الحكم في مصر، على أساس طبعا إنها أكبر بلد في المنطقة، وسقوط الحكم فيها وتأسيس دولة إسلامية سيؤثر بلا شك على باقي الدول. ولذلك قام صالح سرية في عام 1974 بتنفيذ أول عمل جهادي مسلح يستهدف اغتيال الرئيس السادات، وهي طبعا الواقعة المشهورة بحادثة الكلية الفنية العسكرية التي حاول فيها سرية مع أتباعه وبشكل ساذج الحقيقة الاستيلاء على أسلحة الكلية بهدف تنفيذ انقلابه، ولكن طبعا فشلت خطته وتم القبض عليه وأعدم بعدها بعامين في عام 1976. ولكن الحقيقة كل من تنظيم التكفير والهجرة وتنظيم صالح سرية لم يكون التنظيمين الأخطر اللي ظهر في مصر خلال فترة السبعينيات، بل كان الحقيقة الأهم منهما والأكثر خطورة هما الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد المصري. طيب إيه حكايتهم دول؟ واحدة واحدة بقى نركز مع بعض. بالنسبة الأول لتنظيم الجهاد، برز مع شخص يدعى محمد عبد السلام فرج الذي وضع أحد أهم وأخطر كتب الفكر الجهادي، وهو كتاب الفريضة الغائبة اللي طبعا الجهاد، واللي فيه الحقيقة جمع فتاوي ابن تيمية ومفاهيم سيد قطب وغيرهم ممن استدل بأقوالهم على شرعية الجهاد وعلى ضرورة قلب نظام الحكم في مصر وتأسيس دولة إسلامية فيها. ولذلك الحقيقة كان هدف محمد عبد السلام فرج وتنظيمه هو التخلص من رأس السلطة في مصر، وهو الرئيس محمد أنور السادات، وهو ما نجح الحقيقة فيه بالفعل، حيث خطط محمد عبد السلام فرج مع الضابطين عبود الزمر وخالد الإسلامبولي اللذان تبنى أفكار الجهاد وانضم للتنظيم سابقا، وذلك لاغتيال السادات أثناء عرض عسكري احتفالا بيوم 6 أكتوبر. وبالفعل نجح الحياة في مخططهم وتم اغتيال السادات 1981. وطبعا حينها قبض على خالد الإسلامبولي منفذ العملية الأساسي وأعدم مع مساعديه بعدها بعام 1982، وكذلك أيضا قبض على محمد عبد السلام فرج وتم إعدامه معهم. أما بالنسبة للجماعة الإسلامية فدي أيضا أسست خلال السبعينيات على شاكلة الجماعة الإسلامية التي أسسها المودودي في باكستان زي ما عرفنا من شوية، وقد انتهكت بالمناسبة الجماعة الإسلامية في مصر في تلك الفترة نفس أفكار التيار الجهادي اللي هو إسقاط الحكم في مصر بالقوة وتأسيس دولة إسلامية في مصر. ولكن الحقيقة تميزت الجماعة الإسلامية عن تنظيم الجهاد بأنها كانت أكثر تنظيما، حيث كان لها مجلس شورى اللي هو مجلس شورى الجماعة بيترأسه أمير اللي هو أمير الجماعة، وكان بالمناسبة من أهم مؤسسيها في تلك الفترة كلا من ناجح إبراهيم وكرم زهدي، واللي جعل بالمناسبة العالم الأزهري الشيخ عمر عبد الرحمن هو أمير الجماعة ومفتيها حينها، أو يعني لنقل واجهة الجماعة الفكرية. والشيخ عمر عبد الرحمن هذا بالمناسبة هو من أعطى الضوء الأخضر لتنفيذ اغتيال السادات بفتوى استباحة دمه وكفره. المهم بعد اغتيال السادات زج بالآلاف من أفراد تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية في السجون، وبالتالي نقدر نقول أنه توقفت مؤقتاً نشاط العمليات الجهادية في مصر في تلك الفترة. قبل ما أكمل حكايتنا لازم نعرف أنه ما كانتش مصر بتكتوي بنار تلك الجماعات والتنظيمات في تلك الفترة خلال السبعينيات والثمانينيات، بل كانت كذلك أغلب دول المنطقة خاصة سوريا والسعودية. تعالوا بقى بسرعة كده نتعرف على اللي حصل فيهم في تلك الفترة. بالنسبة أولا لسوريا فقد نشط فيها أفراد من جماعة الإخوان في سوريا، وانتهجت حينها أسلوب الجهاد المسلح تحت اسم الطليعة المقاتلة في سوريا بقيادة مؤسسها مروان حديد وغيره. وطبعا معروف ان جماعة الاخوان المسلمين قد امتدت وانتشرت في دول الجوار خلال او منذ عهد مؤسسها حسن البنا. ما كان هدف هذا التنظيم السري في سوريا هو مواجهة هيمنة طيار حزب البعث السوري بثقافته العلمانية المضادة للاسلام في نظرهم، وكذلك ايضا مواجهة نظام الرئيس حافظ الاسد الذي أقصى المكون السني في سوريا لحساب الطائفة العلوية خاصة في المناصب العليا في الجيش. ولذلك نفذ الحقيقة هذا التنظيم عدة اغتيالات وعمليات إرهابية عنيفة جدا الحقيقة في تلك الفترة في سوريا، لعل طبعا أشهرها مجزرة مدرسة المدفعية في حلب 1979، وكذلك تفجير حي الأزبكية في دمشق 1981، واللي طبعا راح نتيجتهما عشرات القتلى والجرحى من المدنيين. الأمر طبعا اللي خلى الأسد يريد أن يقضي تماما ونهائيا على جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، ولذلك قرر الأسد حينها وفي سبيل تحقيق هذا
ارتكاب واحدة من أعنف المجازر اللي ارتكبت الحياة خلال تلك الفترة، وهي مجزرة حماة 1982 اللي اجتاح فيها الجيش السوري معقل الإخوان وأفراد التنظيم في مدينة حماة وتمكن بالفعل من القضاء عليهم نهائيا. طيب ده كده بالنسبة لسوريا. بالنسبة للسعودية الحقيقة فلازم نعرف الأول إنها كانت في تلك الفترة خلال السبعينيات هي الملاذ الآمن لمعتنقي الأفكار الجهادية الفارين من أوطانهم، خاصة طبعا من سوريا ومن مصر، وده طبعا كان بسبب هيمنة ثقافتها السلفية الوهابية منذ عهد محمد عبد الوهاب عليها. المهم كان من أهم هؤلاء الفارين إليها قيادي إخواني سوري يدعى محمد سرور زين العابدين، الذي قام بعد مجيئه للسعودية بإنتاج فكر سلفي جديد مزج فيه بين الفكر الإخواني السياسي القطبي وبين الفكر السلفي الوهابي، وأنتج لنا بقى ما عرف بالسلفية الإخوانية أو السلفية السرورية. المهم وقعت في السعودية في تلك الفترة واحدة من أهم وأشهر العمليات الإرهابية على الإطلاق والأكثر استفزاز الحال المسلمين حينها، وهي حادثة اقتحام الحرم المكي 1979 أقدس أماكن المسلمين، حيث حاول حياة خلالها شخص يدعى جهيمان العتيبي، والذي يعتقد أنه تأثر بالسلفية السرورية أو على الأقل السلفية الوهابية، أي يستولي على الحرم المكي بعد أن أقنع جماعته بأن نصيره الذي يدعى محمد القحطاني هو المهدي المنتظر، وأن على الناس أن تبايعه داخل الحرم ليكون خليفة المسلمين والمهدي المنتظر الذي سوف يأتي في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت فجورا وظلما، كما جاء طبعا في الحديث النبوي الذي استدل حينها جهيمان عليه وآمن به هو وأتباعه. ولكن طبعا لم ينجح في مخططه، وتمكنت السلطات السعودية في الأخير من القبض عليه وإعدامه بعد أن خاضت الحقيقة قتال عنيف جدا مع أنصاره لمدة 14 يوم كاملة في قلب الحرم المكي، نتج عنها الحقيقة قتلى وجرحى عديدين، الأمر طبعا اللي أدى حينها لاستياء العالم الإسلامي كله. من خلال هذه الموجات الإرهابية اللي اجتاحت مصر وسوريا والسعودية في سبعينيات القرن الماضي، وقعت الحقيقة أيضا في تلك الفترة وتحديدا في سنة 1979 أيضا. السنة دي بالمناسبة كانت أكتر سنة حدثت فيها وقائع وأحداث جسيمة ومثيرة جدا في منطقتنا. المهم اللي يهمنا أنه فيها حدثت واحدة من أهم الأحداث المحورية في مسار حركات التنظيمات والجماعات الإسلامية، خاصة الجهادية منها، وهي الحرب السوفيتية على أفغانستان، اللي طبعا شفنا مع بعض حكايتها بالتفصيل في حلقة الحرب الباردة. المهم اللي يهمنا هنا أن هذه الحرب قد أدت زي ما عرفنا قبل كده إلى هجرة أغلب أفراد هذه الجماعات والتنظيمات الإسلامية نحو أفغانستان، وده كان طبعا بهدف تحريرها من السوفييت الشيوعيين الملحدين في نظرهم. وبالتالي نقدر نقول إن هذه الحرب قد وحدت كل أفراد الجماعات والتنظيمات الإسلامية، وكذلك وجدوا فيها فرصتهم، خاصة طبعا الشباب المتحمس حينها، لتأدية فريضة الجهاد التي يؤمنون بها، خاصة الحقيقة في ظل تشجيع كبار رجال الدين الإسلامي حينها للجهاد في أفغانستان كابن باز والعثيمين وكذلك أغلب شيوخ الأزهر في مصر، والأهم طبعا في ظل تسهيلات بلدانهم لسفرهم نحو أفغانستان، خاصة الحقيقة السعودية اللي كانت مركز هذا الدعم العربي لأفغانستان حينها. هنا بقى اللي يهمنا الحقيقة إنه خلال سنوات هذه الحرب العشرة برز قطبي الجهاد العربي في أفغانستان، وأحد أهم إن لم يكن حقيقة أهم شخصيتين برز خلال تلك الحرب الأفغانية، وهما الأب الروحي للجهاد الأفغاني الشيخ عبد الله عزام الفلسطيني الأصل، وكذلك الغني عن التعريف القيادي الجهاد الأبرز الحقيقة على الإطلاق وصاحب النصيب الأكبر من الشهرة في العالم كله أسامة بن لادن، الذي ستتغير وستتحول على يديه فكر واستراتيجية التنظيمات الجهادية إلى الأبد، زي ما هنشوف الحلقة الجاية بالتفصيل. بس كده ما تنسوش بقى تبصوا على المصادر وتشوفوا سلسلة من أول لو حابين، أو تطلعوا على خريطة سلسلة ببساطة على المنتدى على صفحة القناة. أشوفكم على خير الحلقة الجاية. سلام.